أكد رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب أن الفصل التشريعي الخامس يعتبر فصلاً استثنائياً لما واجهه من تحديات كان أبرزها جائحة كورونا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب، حيث استعرضوا أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفصل التشريعي الخامس وآلية عمل كل لجنة على حدة، مشيرين إلى أن التحديات التي واجهت عمل المجلس ولجانه كانت كبيرة سواء حضوريا أو عن بعد، مشيدين بأداء الأمانة العامة لمجلس النواب وما قامت به من جهد كبير لإنجاح عمل المجلس وابتكار برامج إلكترونية. وعلى صعيد متصل، أشاد رؤساء اللجان الدائمة بالتعاون البناء مع مجلس الشورى وما انعكس على من تحقيقه العديد من الإنجازات في المجال التشريعي، إضافة إلى التعاون والتنسيق المشترك مع السلطة التنفيذية من خلال عقد اللقاءات المستمرة لإيجاد صيغ تعاون وتفاهم حول ما يتعلق بالمواضيع التي تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن. أبرز إنجازات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من خلال الفصل التشريعي الخامس كان من خلال طبعا إقرار مرسوم بقانون بخصوص العقوبات البديلة الذي أتاح طبعا استبدال العقوبة من اليوم الأول، وبالتالي احنا رأينا العدد الكبير اللي استفاد من هذا التعديل. أيضا كان هناك قانون تطوع لخدمة الأمن العام، وهذا قانون أيضا جدا مهم ساهم طبعا أيضا في تقنين عملية التطوع من خلال قوات الأمن العام. ايضا في الفصل في الدور الثالث قمنا بتعديل مشروع بقانون بخصوص الجرائم الجنائيه احتوى على 40 ماده، كان هذا المشروع بقانون من اكبر القوانين التي مرت على مجلس النواب في هذا الفصل، وكان طبعا فيه العديد من الامور اللي تسهلت اجراءات التقاضي واجراءات ايضا التحقيق وتنفيذ الاجراءات الجنائيه على المحكوم عليهم او حتى على المتهمين. بالطبع كل المشاريع والمقترحات التي قدمت فيها اللجنه او اللي وصلت حتى إلى اللجنة، هذه المشاريع بتصب في مصلحة المواطن، منها المسكن مثلا. من جانب آخر قدمنا المقترحات البحرية أو القانون البحري، بيفيد شريحة كبيرة من المجتمع، لا سيما القانون البحري الأخير راح يوفر فرص وظائف إلى المواطن البحريني. قانون صحة البيئة أيضا راح يحوي أمن وسلامة المواطن البحريني على هذه الأرض من النفايات الصناعية وغيرها. عملت اللجنة بجد واجتهاد خلال فترة، من أهم المشاريع اللي والصعب اللي كانت أمانة مشروع التقاعد وبعض المشاريع الأخرى التي تخص العمل خاصة وحقوق المتقاعدين وحقوق الطلبة وقانون التعليم عن بعد. كل هذه القوانين تهم شريحة كبيرة من المجتمع وكانت موجودة لدى اللجنة، وتم الانتهاء منها ورفعها إلى الحكومة